أصبح من المعتاد لمحمد الشناوي التألق مع منتخب مصر في المباريات الدولية المهمة، فمنذ ظهوره في كأس العالم وحصوله على رجل مباراة مصر وأوروغواي في أول مباريات الفراعنة بمونديال روسيا، ثبت الشناوي أقدامه في حراسة عرين المنتخب المصري بجدارة. بات أخطبوط الفراعنة الذي يزود عن شباكه بكل قوة. مؤخرا قدم حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر مستوى متميز في كان 2019 بعدما بات نجم الشباك بين صفوف الفراعنة منذ انطلاق البطولة، بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه خلال 3 مباريات على التوالي في المجموعة الأولى، بجانب أنه لا يسأل عن الهدف الذي سكن مرماه في لقاء جنوب إفريقيا، حيث كان من انفراد تام للاعب البافانا بافانا في الوقت الذي أنقذ فيه الأخطبوط المصري شباك الفراعنة من عدة أهداف محققة لينال إشادة الجميع وثقة الجماهير بمختلف انتماءاتها. كان الاتحاد الإفريقي قد اختار الشناوي كأفضل حارس في دور المجموعات من بطولة أمم إفريقيا، واصفا إياه بأنه صلب كالحائط الخرساني، قائلا: انحنوا أمام محمد الشناوي. وعلى الرغم من أداء الفراعنة غير المقنع، إلا أن محمد الشناوي غرد وحيدا خارج السرب، وكان نجم الفريق الأول بلا منازع، ساهم في تحقيق رقم قياسي للفراعنة بالخروج من الدور الأول دون استقبال أي أهداف، بجانب تحقيق 9 انتصارات، وهو ما لم يحدث في تاريخ الفراعنة عبر تاريخ مشاركتها في البطولة. وأضاف الشناوي 84 دقيقة أخرى أمام جنوب إفريقيا قبل استقبال هدف لورش في الدقيقة 85 ليرفع رصيده إلى 354 دقيقة دون استقبال أي أهداف في البطولة. تخطى الشناوي كلا من أحمد شوبير، نادر السيد بقائمة أفضل حراس مصر في تاريخ البطولة بعدد الدقائق التي نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه، ليسطر حارس الأهلي تاريخا جديدا لنفسه ولمنتخب بلاده في العصر الحديث.